ولدي شدوا لي ولدي. ولدي كان خارج، يلاه خارج هذيك الساعه مع يلاه خارج مع سي السبعه وكاك غادي للخدمه، خدام في عين السبع مريح على جداه، وقبل السبع شي ستونس وكاك غادي للخدمه وهذاك الشيء، وقالوا لي لاكارت ديالك ما لقاش عنده لاكارت، قالوا لي طلع نحقو معاك تحقق الهويه. ملي جابوه لهنايا عطيتهم انا لاكارت، قال لك جمعوا الدراري ما عرفتش 13 واحد ولا ما عرفت 18 واحد، قالوا في الاول تحقق الهويه شويه وما جابوهم الجينات ما عرفناش، قال لك الباطو ما باطو سرقوا باطو، دري عنده باقي الله طالب 18 عام هاي سرق باطو على قدو، وباطو راه ما فيه والو، على فيراي هذه الافارقه ما في هذيك اندومي ولا ما عرفتش مشارجي اندومي ولا ما عرفتش مشارجي. ابن ديالي خارج بالليل سمع هذا المشكل، هذا اي انسان تسمع حديث، احنا عندنا شارع كاميو او سياره، الانسان تيخرج في سبيل المد تقديم يد مساعده او الانسان تيخرج وصافي. هي هذيك وقف عليه واحد الضابط سلام سلام، وقفوا فتشوا ما لقى عنده حتى شي حاجه، قال لي لاكارت، قال له ودي ما هزاش، قال له طلع معايا في كارت كارت حداها هو وياه. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون شاف النداء ديالي وخدم الضمير المهني ديالو، الله يجازيه بخير، الله يرحم الوالدين. حنا نعرفوا اسره الامن الوطني راه عزيزه وغاليه، وعلى راسها السي عبد اللطيف الحموشي الله يجازيه بخير، الله يرحم الوالدين. دا معاه حطوا في الصافيط على حسب تحقيق الهويه، بقاو تشدوا واحد من هنا واحد من هنا، جمعوا ديك العدد اللي هما مع 15 واحد ومع 14 الله اعلم ما عرفش بالضبط شحال. مشينا حنايا في ذاك الصباح هزيت لاكارت ديال ولدي، قاعد يدقوا عليا الناس قالوا لي راه شدوا ولدك، راه شدوا هنايا في الشارع حدا الشانطي، راه هذا السيد اللي شدوا الله يجازيه بخير، يعقل الدري اللي شديتيه مع الربعه ديال الصباح وركبتيه في الكات كات بوحدك، ماشي في الصطافيط، كان راكب في كات كات بوحده وركبوا حداه وداه حتى للصطافيط وحطوا. الله يجازيك بخير كيف شديتي الدري، تكون شهاده ديالك راه انت عندك الوليدات او عندك احفادك او عندك خوتك، ذاك الدري عنده 18 سنه ماشي تضيعوا، ديتي على تحقيق هويه مشينا وصلنا لكم لاكارت ناسيونال. اذا غتبوانتي غتلقاه ما عنده شيكات، ما عنده بلانات، ما عنده صوابق، صيغ سليم. اذا الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير، تكون التقرير ديالك انا راه شديك الدري هكذا حققنا معاه لقينا صيغ سليم، صيب شي بحالاته. حنا ما ندخلوش فوق يخرج من الكوميساريه او من الزجريه، جبتوه لمحكمه الاستئناف ما ندخلوش في خدمتكم، الله يعاونكم كاع هادو ديال كي هادي كي هادي. المهم الله يرحم الوالدين، انسان اللي ما داير والو راه خص تلقاو الصراحه ديالو، وعمقوا البحث ديالكم، اللي كان داير شي حاجه ولا شي حاجه يتحمل المسؤوليه ديالو، واللي ما داير حتى شي حاجه الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير يا اسره الامن الوطني، تكون الضمير المهني، الله يرحم الوالدين. اللي لقيتيه بحال هكا ما عندوش لاكارت وقال لك واخا سيدي وركبتيه حداك، ما هرب لك ما عنفك ما والو، قال لك واخا استاذ ما كاين حتى مشكل، ركبتي في الكات كات هك ودارتي وحداك وقلتي لي يلاه نزل وديتي الصطافيط وحطيتيه، الله يجازيك بخير يا ربي، هذا النداء يوصل لهذا الكوميسير او الضابط الدري اللي شديتيه بلا ما نسميه ولا هذا، دري في سيد عبد الحاج مع الربعه ديال الصباح، وكانت معاه واحد المراه جاتنا وقالت لك لا حشومه الدري ما داير والو، قال لها راه ما داير والو، ها هو السيد ماز ما متلبس ما مشي تحقيق الهويه نعرفوا واش عنده. دابا حنا دينا لاكارت والدري ساق سليم خصو يخرج، والله يرحم لكم الوالدين، والله يجازيكم بخير، وتنتمناو من السي عبد اللطيف الحموشي الله يجازيه بخير، بحال كل على حساب الأسرة الامن الوطني بحال كل يكون الضمير المهني اللي تشدود ما دير حتى شي حاجه خص يخرج بحالاته، واللي يدير شي حاجه راه يدكم طويله عليا وعليك.